معك استاذ حمدي، سبب مشاركتكم في 25 يناير ليه نازلين؟ 25 يناير 2014 عشان ما اصل تتكرر 2011 و12 13 وداخلين على 25 يناير 2014. للاسف وبقول للاسف المطالب واحده، عيش حريه، عيش عداله اجتماعيه، عداله اجتماعيه لم تتحقق منها اي مطلب حتى الان، بل زاد الوضع سوءا في تكرار عدم وجود مرشح مدني او طيب لم تتحقق المطالب، مين السبب؟ على مين المسؤوليه؟ يجب ان نعترف ان جميع فصائل الثوره من خانوها ومن تحايلوا عليها ومن اتجهوا وتركوا ميدان الثوره، وهنا الميدان الثوره ليس المقصود به ميدان التحرير كمنطقه جغرافيه ولكن كرمز، واتجهوا الى الصراعات السياسيه والتنافس السياسي و لا تكلمني بصراحه مين ساعدوا، ما انا بقول لحضرتك هو كلنا كلنا ساعدنا في نظريه فرق تسد اللي اتبعها من وجهه نظر في فتره الحكم العسكري المجلس العسكري بقياده طنطاوي، ثم اتبعها الاخوان في فتره حكمهم، وفي برضه من دلوقتي بقى تطوروا في فرق تسود الى شوي، واللي تم تفرقتهم تم اختيار اجزاء منهم او فصائل معينه عشان يتم توجيه السلطه ليهم كامله، ووضع الجانب الاخر في موضع الشك والتشويه.